صباحكم مشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون خير علينا وعليكم. وفي دائما نبتدي اكيد بذكر الله، فوين ما كنتم ان شاء الله صباحكم سعيد، صباحكم جميل ومليء يا ربي بالطاقه الجميله. صباح الخير. صباح النور يا شوق، وايضا اكيد نصبح على كل مشاهدينا وكل من يشاهد شاشه تلفزيون قطر، اللي تابعنا من خارج قطر او من داخل قطر نقول لكم صباح الخير. شوق، ايش عندنا اليوم؟ موضوع اليوم ان شاء الله راح تكون عندنا مواضيع كثيره اكيد راح تكون بانتظارنا. وطبعا اكيد بما ان الطلاب الابتدائيه ممكن وطلاب المدارس ابتدوا اكيد في امتحاناتهم، فنقول لكم الله يوفقكم ان شاء الله ويا ربي. طبعا استمار التعب اكيد راح تشوفونه ايضا في المحصله النهائيه وفي النتائج باذن الله. لكن يمكن مع بدايه كصف نفس ما عودنا مشاهدينا يكون لنا مواضيع كثيره نتحدث عنها. من المواضيع صراحه اللي دائما تلفتني يعني حتى سواء في الكتب او في المقالات، اللي هو يقول لك ان انت اليوم في كثير من الناس صعب يقولون لا. ايش رايك انت في الموضوع؟ صح، بالعكس، يعني ممكن ان اغلب الناس يدخلون في احراج انهم يقولون كلمه لا، لكن صح. هي كلمه لا ممكن ان تغنيك او ما تدخلك في مشاكل بعدين حق نفسك حتى حق الاخرين. يعني ممكن ان مثلا لما انا اكون موظف مثلا في مكان او اكون حتى رب اسره، يجون العيال مثلا يبان بها الشيء، يبا ودنا هالمكان، فكل ما انا اقول لهم اي 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 راح ممكن انه يتمادون في هالشيء، ممكن انه راح خلاص يتعودون. إيه؟ صدق اقول لك احيانا عدم قدرتك على قول لا راح تجعلك تندم فيما بعد، لان فعلا انت اليوم قاعد تعود. اول شيء الناس قاعد تعود الاشخاص سواء في محيط العمل سواء في محيط الاسره، انك انت اليوم كل ما قلت لا معناته هم راح يشوفون الموضوع عادي، راح يشوفون الموضوع طبيعي مره على مره على مره لين ما يصير خلاص هم يتعودون ان هذا الشيء طبيعي جدا ان احنا نطلب من هذا الشخص. فعلا ممكن انت اول فتره راح تكون عادي راح تساعد، لكن بعد ذلك لا ممكن تصير داء، بعد ذلك ممكن انت راح تتاثر بطريقه سلبيه، يرجع الموضوع عليك عكسي. يعني احنا ممكن نعرف ان مساعده الغير بشكل عام فيها لذه وفيها يعني ارتياح بالشعور فعلا، لكن بحدود، مش ان انا اجي على نفسي. اكيد يعني الواحد ممكن انه يطلع فوق طاقته اذا كل ما جاني حد وطلبني اقول له ايه، كل ما حد كلمني بشيء اقول له ايه، ممكن انه لا تبعدك عن الاحراج في المستقبل. يعني صح، وفي ناس يقول لك يمكن اذا قلت لا بخسر، بس احنا نقول لهم اخسر وتعلم حتى لو بالبدايه علشان عقب ما تتالم في النهايه، لان دائما احنا نرجع ونقول الواحد لابد انه هو يقيس الموضوع على المستقبل. انا ارجع واقول ساعدوا، بالعكس ما فيها شيء، حد محتاج، حد عنده ظرف، حد يبي منكم خدمه، لا تقولون لا، لكن بالحدود بالمنطق، لان اذا احنا فعلا تمينا نسوي هذا الشيء من غير ما نفكر في مصلحتنا، من غير ما نفكر في ذاتنا، انا ما اقول كونوا انانيين ابدا، لكن الواحد لابد ايضا على نفسك انت حق، لازم تفكر في نفسك، لازم ايضا في بعض الامور تشوف انت وين ممكن راح توصل اذا مثلا تميت انت تقول اوكي عادي، اوكي عادي. يقول لك في المثل يقول كل اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. صح. إيه، فكثر ما انت خلاص تقط كل شيء عليك راح ياثر عليك بشكل سلبي في المستقبل، يعني راح يزيد عليك اللود، يزيد عليك مثلا خلينا نقول في الشغل راح يزيد عليك الشغل، يعني ما في الا هالموظف او هالشخص اللي هو راح يسوي كل شيء. يعني يا شوق بتسوين انت بتقولين لا، اوكي عبد الرحمن موجود، عبد الرحمن تعال سوي هالشيء، فمثل ما قلنا يعني ممكن ياثر عليك في المستقبل بشكل سلبي. دائما اعرف تقول متى اي، اعرف متى تقول لا، علشان اكيد تضمن صحتك النفسيه. هذا من جانب اكيد، ولو نتكلم احنا ايضا عن موضوع الصحه النفسيه، انا يمكن في بدايه الموضوع ذكرت ان احنا عندنا طلاب خصوصا ان الحين ابتدوا امتحاناتهم الشفهيه ان شاء الله، وان شاء الله على الايام القادمه ايضا راح يبتدون اختباراتهم. طبعا ما ننسى اكيد ان في اجراءات، في امور احترازيه مقدمتها الدوله من اجل الاختبارات حتى كاعداد الطلاب اللي موجودين في الفصول، فان شاء الله يعني كل الامور يا ربي راح تكون طيبه وتكون
المؤهلات، هذا أكيد طبعاً من جانب. من جانب آخر أيضاً الضغوطات النفسية. إحنا يمكن لو نتكلم اليوم أيضاً عن الطلاب، أحياناً بعض الأهل يضغطون عيالهم بطريقة أكبر من اللازم، علشان إحنا ندري إنه يمكن الأهل ما يسوون كذي إلا حباً بعيالهم، حباً إنهم يبون طبعاً أكيد عيالهم يتميزون، لكن أيضاً بحدود. أكيد يعني الطالب بعد له طاقة، ممكن إنه ما يقدر يستوعب كل شيء نفس الوقت، فراعوا عيالكم. وطبعا اكيد اننا نتمنى التوفيق لكل الطلبه والطالبات، ونتمنى لهم كل يعني انهم يقدمون اكثر ما عندهم، ويحاولون ان يجيبون درجات ممتازه طبعا. ان شاء الله اكيد يا ربي، يعني احنا نتمنى لهم التوفيق. واليوم لو نتكلم عن مدارس، نتكلم عن مؤسسات، نتكلم عن كل شيء، امانه ما حد مقصر في حق الطلاب بشكل عام، من اجل انهم طبعا يجتهدون، من اجل انهم يبدعون ويقدمون، مش فقط في مجال الدراسه بل ايضا حتى في المجالات الاخرى. يعني احنا اليوم نشوف يمكن المراكز الشبابيه ايضا تقدم العديد من الورش، العديد من الدورات، كلها تهدف من أجل أكيد أنها هي ترتقي بمستوى الشباب. يمكن إحنا أيضا لو نتكلم عن هذا الجانب عبد الرحمن، نعرف أن اختيار اليوم الأشخاص المعنيين، اختيار الناس اللي تكون في هذه المناصب ما يكون اختيارها سهل، لابد طبعا في معايير تكون معينة من أجل أن إحنا اليوم نطلع بأفضل المخرجات، نطلع بأفضل الناس اللي فعلا ممكن أنهم يوجهون الطلاب، يوجهون الأفكار بطريقة إبداعية وبطريقة صحيحة. لذلك راح نشوف معاكم مشاهدينا هذا التقرير، وتحديدا عن إدارة المراكز الشبابية والترشح فيها كيف يكون. خطوة تهدف إلى تمكين الشباب من شغل المراكز الشبابية عن طريق الانتخاب، أصدرت وزارة الثقافة والرياضة في قطر نظام الانتخاب المباشر لمن يتولى إدارة المراكز الشبابية القطرية. وبحسب النظام، فإن الانتخاب يكون من خلال الجمعية العمومية المكونة من أعضاء المركز الشبابي، ويحدد النظام آلية وشروط ترشح وانتخاب الرئيس ونائبه، واللجنة المناط بها الإشراف على تقديم طلبات الترشح والتصويت وإعلان النتيجة. وإذ يحدد النظام شروط الترشح لجهة العمر والأهلية العقلية والسيرة الحسنة، فإنه يؤكد على أن انتخاب رئيس المركز الشبابي ونائبه يكون على أساس الانتخاب الفردي. ويتضمن النظام أيضاً الشروط الواجب توفرها للانضمام إلى الجمعية العمومية للمركز، والتي يجب عليها أن تنتخب الرئيس ونائبه من بين أعضائها. هذه الآلية تهدف إلى النهوض بتلك المراكز، وتتيح الفرصة للقيادات الشابة لإطلاق قدراتها وتفعيل دورها وتقديم برامج مختلفة تواكب العصر وتعنى باهتمامات الشباب. مثل ما شفنا مشاهدينا في هذا التقرير، ان الدور المراكز الشبابية لها دور كبير في صقل هوايات الشباب وحضن الهوايات وكل ما يخص ذلك. طبعا مشاهدينا، خلونا ننتقل الآن إلى الزميلة نادين البيطار ونشوف شنو عندها من أخبار. صباح الخير يا نادين. صباح النور عبد الرحمن، وصباح النور عليك كل مشاهدينا، وعلى شوق، وعلى كل من يتابعنا في هذا الصباح ضمن فقرات في الضحى. طبعا اليوم فقراتنا عديدة، ومنها فقرة الصحافة. البداية راح تكون مع صحيفة الشرق، وتربويون لصحيفة الشرق طلاب قطر جاهزون لأداء اختبار بيزا الدولي مارس المقبل. يستعد طلاب وطالبات الصف العاشر بالمدارس الحكومية والخاصة لأداء الاختبار الدولي التجريبي بيزا بنهاية شهر مارس المقبل،
المقبل، والذي يعتبر أكبر دراسة دولية في التعليم على مستوى العالم لرصد نتائج الأنظمة التعليمية من حيث التحصيل العلمي للطلبة ضمن إطار عمل مشترك متفق عليه دوليا. يمثل الاختبار ضرورة لوزارة التعليم والتعليم العالي لانعكاس نتائج الطلبة على تطور قطر في مجالها التعليمي، وتعكس مكانتها عالميا، حيث تعتبر المشاركة مصدرا مهما وثريا لقياس مهارات الطلبة وقياس مؤشر جودة التعليم في قطر مقارنة بدول العالم. وأكد مديرو مدارس ونواب أكاديميون للصحيفة أن وزارة التعليم انتقت عددا من المدارس الحكومية والخاصة من أجل المشاركة في اختبار بيزا مارس المقبل، تمهيدا لمشاركة جميع طلاب دولة قطر في سن 15 عاما في الاختبار العام سنة 2022، مؤكدين أن الاختبار التجريبي مهم نظرا لكونه أداة لقياس مستوى الطلاب في الاختبارات الدولية. أيضا في نفس الخبر من الجدير بالذكر أن إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي قامت بعمل ورشة توعوية للنواب الأكاديميين لتطبيق خطط توعوية للطلبة من مواليد 2005 وهم العينة الفعلية لاختبار بيزا طبعا 2021، وذلك بهدف نشر ثقافة اختبار بيزا في البيئة المدرسية من خلال التعريف بالاختبار وابتكار أيضا أساليب مختلفة لرفع مستوى الدافعية لدى الطلبة المشاركين في تقديم الاختبار بصورة إيجابية جادة، فنتمنى لهم كل التوفيق. خبرنا التالي من صحيفة الراية ودراسة حول مناعة الأجسام ضد الفيروسات المسببة لنزلات البرد. نشر فريق من باحثي سيدرا للطب دراسة حول استجابات الأجسام المضادة للفيروسات التاجية المسببة لنزلات البرد، شملت أكثر من 1000 شخص ونشرت في العدد الصادر أمس من مجلة جي سي آي إنسايت الطبية الخاضعة لمراجعة النظراء. وقال الدكتور نيكومار وهو الباحث الرئيسي وقائد المجموعة التي أشرفت على الدراسة في سيدرا للطب إن الهدف من دراسة الأجسام المضادة ضد الفيروسات التاجية الأربعة المسببة لنزلات البرد الشائعة التي تصيب البشر بشكل متكرر هو إلقاء الضوء على المناعة ضد الفيروسات التاجية التي تصيب البشر بشكل عام. وذكر أن فريق البحث في سيدرا للطب استطاع باستخدام أحدث التقنيات العالمية أن يعرف ما إذا كانت هناك أجسام مضادة للفيروس التاجي لدى كل شخص خاضع للدراسة ومكان ارتباط هذه الأجسام بجزيئات فيروس كورونا، منوها بأن هذا الاكتشاف ساعد باحثي سيدرا للطب في تحديد اختلافات مهمة بين الأطفال والبالغين. طبعا سيدرا للطب يلتزم دائما انطلاقا من موقعه كمركز طبي أكاديمي بإجراء أبحاث تعنى بالرعاية السريرية أيضا كجزء من برنامج الطب الدقيق المستمر، والذي لا يكتفي بمساعدة المرضى في قطر على المدى القصير فحسب، سيكون له أيضا التأثير العالمي طويل الأمد. خبرنا الثالث من صحيفة الوطن والتعليم فوق الجميع تفوز بجائزة دولية. حصل مشروع بنك المصادر التعليمية الإلكترونية المجانية والذي طورته إدارة تنمية الابتكار التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع على الجائزة الأولى من فئة الأزمات والنزاعات من قبل تحالف التعليم المتنقل، ووقع الاختيار على مشروع مؤسسة التعليم فوق الجميع والذي تم تكريمه لمساهمته في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم من خلال الحلول البديلة، وذلك من بين مجموعة تضم أكثر من 200 مرشح بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتحالف التعليم المتنقل، حيث كان الهدف من هذا الحدث هو الاعتراف بالمنظمات والأفراد الذين يعملون مع المجتمعات المهمشة والتي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء العالم. طبعا هذا المشروع يشكل بنك المصادر التعليمية الإلكترونية المجانية التي صممته مؤسسة التعليم فوق الجميع، وتحديدا هو يعني مجموعة متنامية من موارد التعلم القائمة على المشاريع وبنك الأنشطة للإعاقات، والتي أيضا تجاوزت مشاريعه 112 مشروع ومستخدمة في أكثر أو مستخدمة في أكثر من 125 دولة حول العالم، والذي يمكن تنفيذه باستخدام الحد الأدنى من الموارد من عدم الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. وقد تم تطوير بالفعل جميع الموارد داخل البنك من قبل فريق إدارة تنمية الابتكار في مؤسسات التعليم فوق الجميع بالتعاون مع خبراء التعليم لتغطية حوالي 85% من معايير التعليم الدولية للمناهج الأمريكية والبريطانية والقطرية والأسترالية والهندية. خبرنا الرابع من صحيفة العرب وانطلاق مؤتمر الدوحة للأسرة حول الزواج المستقر. انطلق بالأمس مؤتمر معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع افتراضيا تحت عنوان الزواج التأسيس ومقومات الاستمرار، حيث استقطب قرابة 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم لتبادل النقاشات حول القضايا التي تؤثر على الزواج وتكوينه. ويأتي تنظيم المؤتمر في ظل الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها الشباب حول العالم والتحديات التي يواجهونها عند بدء حياتهم الزوجية، ما جعل من الضروري العمل على إيجاد وتطوير سبل الدعم والسياسات المناسبة لمساعدتهم في بناء حياة زوجية مستقرة. أيضا في هذا المؤتمر تحديدا تم طرح جلسة عامة تحت عنوان الزواج والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتم تسليط الضوء فيها على موضوع التكاليف طبعا السابقة لتكوين الزواج. خبرنا الأخير من صحيفة لوسيل، ومتاحف قطر تخصص شهر مارس المقبل للاحتفاء بالهندسة المعمارية. أعلنت متاحف قطر عن فعاليات وأنشطة برنامج مارس شهر العمارة لهذا العام الذي سيقام لمدة شهر بالتعاون مع دار العمارة قطر، وسيكون حضور فعالياته حصريا لأعضاء برنامج بطاقتك إلى الثقافة لاستكشاف فن العمارة في دولة قطر. وستتاح لأعضاء برنامج بطاقتك إلى الثقافة الفرصة للمشاركة في ندوات افتراضية وجولات ميدانية تركز على العمارة المحلية وتسلط الضوء على أهمية ورمزية التصميم الحضري في دولة قطر، حيث تم تخصيص برامج هذا العام للعمارة الحديثة في قطر لعرض عناصر التصميم الحالية والنمو الملحوظ في المشهد المعماري بالدولة. إذن كانت هذه جولة حول أخبارنا من صحفنا المحلية اليومية، وعودة الآن إلى استوديو في الضحى لمتابعة ما تبقى من فقرات هذا اليوم مع الزميلين عبد الرحمن وشوك. كل الشكر لك شنادين، يعطيك العافية أكيد على هذه الجولة المتميزة بما يتعلق بأهم الأخبار والصحف المحلية. وأكيد طبعا السادة المشاهدين إذا حبيتوا تتعرفون أكثر على تفاصيل الأخبار يمديكم تشوفون المواقع أول بأول، طبعا مواقع الصحف المحلية، هذا من جانب الأخبار. أما من جانب الأرصاد لابد تكون لنا جولة، خصوصا أن تبارك الرحمن هذا الأسبوع يمكن الأجواء كانت جدا جميلة وجدا باردة تحديدا في الليل. هل راح يستمر هل راح تستمر هذه الأجواء أو لا؟ راح نتعرف أكثر. معانا طبعا أكيد عبد الرحمن السويدي متنبئ جوي من الأرصاد، فنقول لك صباحك سعيد. صباح النور يا هلا. يعطيك العافية، أكيد إحنا يمكن شهدنا هذه الفترة جو جدا جميل، فحابين نعرف هل هذه الأجواء راح تستمر أو راح يكون في أي تغيرات خلال هذه الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية يوجد تخفيف بأمطار رعدية متوقعة مصطبت رياح قوية مفاجئة. أما عن حالة الطقس بشكل عام، معتدل الحرارة نهارا وغائم جزئيا إلى طائم أحيانا، مع فرصة لأمطار متفرعة تكون رعدية أحيانا وبارد نسبيا ليلا. سجلت العاصمة الدوحة أقل درجة حرارة اليوم 19 درجة مئوية، وأقصى درجة حرارة متوقعة هي 24 درجة مئوية. أما عن حالة البحر، يستمر التحذير البحري بأمطار رعدية متوقعة مع رياح قوية وأمواج عالية، حيث يبلغ ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 5 قدم على الساحل ومن 3 إلى 7 قدم، يرتفع إلى 10 قدم على بعض المناطق أحيانا داخل البحر. عليه يرجى من الصادة مصطادي البحر تجنب كافة الأنشطة البحرية. هذا والعلم عند الله، مع تحيات دارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. عبد الرحمن السويدي متنبئ جوي من إدارة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا شفنا حالة الطقس لهذا اليوم، نتمنى طبعا نشوف الأمطار. الأسبوع اللي طاف شفنا بعض الأمطار الخفيفة، لكن إن شاء الله أنها تستمر. إذا مشاهدينا خلونا نشوف هذا التقرير عن برامج قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني في وزارة التعليم والتعليم العالي. الإرشاد الأكاديمي هو عملية إعداد وتهيئة الطلاب للدخول إلى المرحلة الجامعية ومن بعدها الانخراط في سوق العمل، وهم مسلحون بالعلم والمعرفة وبعض الخبرات التي تمهد لهم الطريق بأسس علمية ومدروسة. ومن أجل هذا الهدف أصدر قسم الإرشاد الأكاديمي بإدارة التوجيه التربوي في وزارة التعليم والتعليم العالي دليلاً إرشادياً للطلاب ولأولياء الأمور، يحتوي على كافة المسارات والتخصصات المتوفرة لهذه المرحلة،
إضافة إلى تنوير الطلاب بالوظائف التي تندرج تحت هذه التخصصات عبر نافذة خاصة بالإرشاد الأكاديمي، فعلت الوزارة على برنامج مايكروسوفت تيمز منصة التعلم عن بعد الرسمية لتمكين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من تحديد أهدافهم واكتشاف قدراتهم وتنميتها، مما يساعدهم على تحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية على نحو أفضل. سعيد مشاهدين من جديد. أكيد يمكن دائما احنا نشوف أن وزارة التعليم تهتم بالطالب، تهتم بأن هي اليوم تخليه فعلا مهيئ بطريقة تكون جدا ممتازة سواء في دراسته أو حتى في أنه هو يدخل إلى المسار الجامعي. لذلك مؤخرا أصدر قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بوزارة التعليم والتعليم العالي دليل إرشادي لطلبة المرحلة الثانوية، كان طبعا بعنوان دليل الطالب للاستعداد للمرحلة الجامعية وأيضا سوق العمل. هذا الموضوع أكيد يعني جدا مهم، فراح نسلط أكثر مشاهدين الضوء عليه، راح نتحدث أكثر عن دور الإرشاد الأكاديمي وأهميته في المرحلة الثانوية وأهميته طبعا أيضا مع الطالب والأسرة على حد سواء. فيسعدنا يكون معنا أستاذ أحمد ناصر البلم، رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بوزارة التعليم والتعليم العالي. صباحك سعيد أستاذ. صباح النور، الله يصبحكم بالخير والرضا، وبداية أشكركم على هذه الاستضافة. بالعكس. وبإذن الرحمن نقدم مادة مفيدة للمشاهدين سواء من شريحة الطلاب أو أولياء الأمور إن شاء الله. حياك الله معنا أستاذ أحمد. في البداية لو نتعرف على دور الإرشاد الأكاديمي، وهل هو بس محصور على المرحلة الثانوية؟ جميل. دور الإرشاد الأكاديمي يمكن يعني نختصره في تعريف بسيط، وهو إعداد الطالب للمرحلة الجامعية وسوق العمل. طبعا هذا التعريف يندرج تحته أمور كثيرة. مجرد ما يدخل الطالب للمرحلة الثانوية يبدأ يمر بمرحلة توعية وتثقيف، ومنها توعيته بفرصه بعد المرحلة الثانوية، توعيته وتثقيفه حول مختلف التخصصات والمهن. يبدأ يعرف والله هذا التخصص شنو يعني، شنو يعني هندسة، إيش يعني هندسة ميكانيكية، إيش يعني قانون، إيش المواد اللي راح أدرسها في هذا التخصص أو ذاك، إيش الوظائف اللي تندرج تحت كل تخصص، إيش السمات اللي المفروض تكون فيني عشان أتوجه لمثل هالتخصص، التحديات، المزايا، أيضاً تزويده بمهارات مثل التخطيط، تحديد الأهداف، إدارة وتنظيم الوقت، وهذا أيضاً من خلال الإرشاد الأكاديمي، من خلال أيضاً جزئية أخرى اللي هي مادة المهارات الحياتية. أيضاً تعريفه بسوق العمل، إيش يحتاج سوق العمل من التخصصات إلى آخره. طبعاً كل هذا يتم من خلال محاضرات، من خلال ورش تدريبية، من خلال الزيارات المتبادلة مع الجامعات ومع سوق العمل. طبعاً يمكن الآن إحنا في وضع يعني استثنائي، وهو الكورونا والأمور هذه، فكل الفعاليات الآن اللي جالسة تصير تتم عن بعد، سواء عن طريق التيمز أو من خلال البرامج الأخرى مثل الزوم وغيرها. في النهاية يمر الطالب يعني من خلال الإرشاد الأكاديمي بمرحلة توعية تحضره في النهاية، تكسب المهارات اللازمة اللي تخليه في النهاية يختار التخصص والمسار التعليمي طبعا في البداية، فيما بعد التخصص الجامعي اللي بالفعل يتناسب معه، مع قدراته الشخصية، مع رغباته، ومع أيضا حاجة سوق العمل. نعم، هذا أكيد من جانب. يعني أنت يمكن ذكرت كثير من المعلومات بما يتعلق، أتوقع هذا أيضا بما يتعلق بالدليل والأشياء اللي ضفتوها على الدليل. لأن إحنا لو نتكلم يمكن حتى عن قبل، أمانة الإرشاد كان موجود، يمكن حتى إحنا قبل لا يتم إصداره تقريبا من فترة بسيطة. صحيح. تم الإصدار. لكن إحنا من قبل كان عندنا موضوع التوجيه في المدارس موجود، لكن الجديد والمميز اللي طرحته خلال هذا الدليل شنو؟ طبعا الإرشاد الأكاديمي موجود في مدارسنا مثل ما ذكرت من زمان، موجود تقريبا صار له 12 سنة الآن. ما في شك هناك مدارس متميزة في الإرشاد الأكاديمي بناء على
المرشدين الموجودين أو المرشد عفوا الموجود في هذه المدرسة أو ذيك. إحنا بدورنا أيضا في وزارة التعليم والتعليم العالي جالسين نبذل قصارى جهدنا في تطوير المرشدين الأكاديميين وتأهيلهم بحيث يكونون يعني قادرين على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه. الآن كثرة الجامعات خاصة المحلية أصبحت والكليات يعني كل بين فترة وفترة تفتتح جامعة. هدفنا من وراء إصدار هذا الدليل دليل إرشادي هو تسهيل وصول المعلومة للطالب وأيضا ولي الأمر. فالدليل حوى على كثير من الأمور منها نظرة شاملة عن الجامعات والكليات داخل الدولة، التخصصات اللي موجودة في كل جامعة وفي كل كلية، يعني حتى كثير يعني الطلاب وحتى أولياء الأمور يكون عندهم فقط وعي بالتخصصات الدارجة، لكن في تخصصات مو عارفين أصلا أنها موجودة يعني. فبالتالي هذا الدليل يسهل وصول معلومة لولي الأمر والطالب، بدل ما أدخل أنا على كل جامعة لحدة، لا موجود عندي الدليل موضح فيه التخصصات، نسب القبول وأيضا متطلبات القبول. أيضا وضعنا الحقيقة في الدليل خطوات والمبادئ اللي تساعد الطالب على اختياره للتخصص. يمكن هذا هاجس يعني عند كل طالب، مو بس عند الطلاب، حتى عند أولياء الأمور. صح. أي صح. يعني مرحلة تكون صعبة يعني. شلون أنا أختار تخصصي؟ على أي أساس؟ ويمكن حتى لما نشوف الدراسات عالمياً يعني يقول كل ثلاثة يعني من أربع طلاب يغيرون تخصصاتهم الجامعية. صحيح. وكثير 60% من الطلاب عالمياً أنا أتكلم. 60% من الطلاب يغيرون تخصصاتهم بعد أول سنة. صحيح. أول ما يدخلون مش على دراية على التخصص. صحيح. فهذا يعني يضيع جهودهم. أنت 12 سنة تدرس في التعليم الأساسي وبعدها أيضا تدخل جامعة وتقدر تتخبط من 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 تخصص إلى تخصص. فحاولنا خلال هذا الدليل نحط نصائح وتوجيهات للطلاب، وأيضا حوى الدليل أيضا على نصائح وتوجيهات لأولياء أمور في دورهم شلون يوجهون عيالهم ويساعدونهم في اختيار المسار التعليمي والتخصص الجامعي المناسب ايضا والمهن. نعم. ما في شك. ايضا حوى الدليل على لا 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 الاختبارات المعياريه اللي هي متطلبات القبول في مختلف الجامعات. اليوم ما في جامعه سواء محليا او خارجيا الا ويكون من ضمن متطلباتها الاختبارات المعياريه اللي هي الايلتس او التوفل والسات او الاي سي تي. وهذه نقطه جدا مهمه، كثير من الطلاب نلاقيهم متميزين دراسيا حقيقه يعني تلاقي نسبته في التسعينات وعنده طموح انه يدرس طب ويدرس تخصصات نادره، ولكن يتخرج من الثانويه وهو مو مستعد ويجي يقدم على الجامعه في وقت متاخر، يلاقي الفرصة ضاعت عليه، سكرت معظم الجامعات، المتطلبات ما وفرها، صح أنا نسبتي عالية بس الجامعة ما تبي النسبة فقط. فحاولنا أيضا في هذا الدليل يعني نركز على هذا الجانب حقيقة. حلول المشاكل اللي قاعد يواجهونها الطلاب. نعم. إضافة إلى يعني آلية التسجيل في الاختبارات المعيارية، وأيضا آلية وضعنا في الدليل ايضا في اخر الدليل في روابط لمواقع مهمه، منها مواقع تعرف الطالب بالتخصصات، يدخل على موقع يلاقي مجموعه من التخصصات مختلف التخصصات بامكانه يقرا عن التخصص، ايش المواد اللي تدرس في هذا التخصص، ايش الوظائف اللي تندرج تحت كل تخصص، شنو السمات الشخصيه. ايضا في اداه وفرناها ايضا في الدليل لقياس الميول عند الطلاب، ولو ان يعني هذه اداه مساعده يعني اتمنى انه ما يركزون عليها فقط ان تكون هي الاساس، هي اداه تساعدني في اني افهم شنو رغباتي وايش قدراتي وايش ميولي. ايضا وضعنا مواقع للتحضير للاختبارات المعياريه اللي هي الايلس او التوفل او السات والاي سي تي. فحاولنا في الدليل هذا يعني يكون شامل قد ما يعني ما يكون، سواء للطالب لولي الامر ايضا للمرشد الاكاديمي وايضا لادارات المدارس. جميل. يعني هذا الدليل طبعا يساعد الطالب انه يفهم التخصص او يجهز نفسه للحياه الجامعيه.
طبعا لو نتكلم عن الاباء والامهات ممكن ان يجبرون عيالهم على دخول تخصصات معينه، فشنو هي النصيحه اللي تقدمها لهم وشلون يقدرون يساعدون عيالهم ان يختارون التخصص المناسب لهم؟ جميل. دور الاولياء الامور او دور الوالدين مهم جدا، ومن الخطا انه نعتقد انه يبدا بعد تخرج الطالب من المرحله الثانويه. جدا هذا خطا. يبدا من الطفوله. يمكن كثير منا يعني كاولياء امور من خلال حتى التلقائيه نقعد ندردش مع عيالنا وهم صغار، شو تحب تكون في المستقبل؟ فتلاقي اللي يقول لك ابي اكون طيار، اللي دكتور، أكون مهندس، دكتور. صحيح، لكن للاسف نتجاهل المساله هذه لما يبدون عيالنا يكبرون ويوصلون لمرحله المراهقه، خلني اقول، او فتره المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. وهذه نقطه جدا مهمه، مهم جدا اني دائما يعني احفز عند ولدي او بنتي شو تحب تكون في المستقبل. والسؤال جدا جدا مهم، لان اولا يخلي الولد او البنت دائما يفكر في مستقبله. صح، والله انا ايش ابي اكون في المستقبل؟ ايش الوظيفه اللي احلم فيها؟ ايش التخصص اللي راح استمتع بدراسته؟ ايش المواد اللي احبها؟ شنو عندي طموحات من المستقبل؟ وايش المجال اللي راح يحقق لي هالطموحات؟ حط له هدف. اي احسنت. فبالتالي مثل ما تفضلت راح يكون عندي طموح، عندي بحط لي اهداف وبخطط لنفسي شلون اوصل لهدفي. بعكس الطالب اللي يعني مو عارف شنو قدامه ولا عارف ايش الفرص اللي بعد المرحله الثانويه وشو المطلوب منه. ايضا مفيد هالسؤال لي انا كولي امر. لما اسال ولدي مثل هالسؤال ايضا بامكان، قال لي والله مثلا ابي اكون مهندس معماري على سبيل المثال. طيب بامكاني اساله واستكشف هل بالفعل هو اختار هذا المجال عن قناعه ودرايه؟ فبامكاني يعني اتناقش معه، طيب ليش اخترت هذا التخصص؟ شنو الوظائف اللي تندرج تحت التخصص؟ شنو التحديات التخصص؟ هناك في تخصصات متميزه ولكن في المقابل لها مزايا ولها تحديات ايضا. هل انا اقدر يعني اتعايش مع هذه التحديات؟ على سبيل المثال في الهندسه، خاصه الهندسه الفنيه، ميكانيكي، كهربائي الى اخره، انا راح اشتغل في الفيلد، راح اشتغل في 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 المصانع. طيب هل هذا يتناسب معي؟ وقت الدوام ايضا في بعض المجالات وبعض الوظائف طويل يكون. طيب هل انا اقدر على هذه التحديات؟ في تخصصات مثلا دراستها طويله جدا، ممكن تمتد الى 8 سنوات. طيب هل انا يعني يناسبني هذا الشيء ولا لا؟ اذا وجدت بالفعل مقتنع بالتخصص، بالعكس انا اقدر كولي امر يعني اساعده ايضا اكثر، اوفر له انه يقابل متخصصين في هذا المجال، بحكم انه ولي امر خبرتي في الحياه وموظف ممكن اكون، فممكن اوفر له يلتقي باحد خريجي هالتخصصات، يقعد معاه ويفهم منه اكثر عن طبيعه هالتخصصات. ايضا جزئيه مهمه اني احث يعني عيالي على ان يشاركون في الاعمال التطوعيه والبرامج اللي تقدمها الجامعات لطلبه المرحله الثانويه بالتحديد. يعني اليوم عندنا جامعات كثيره في البلد، جامعات المدينه التعليميه بالاضافه الى جامعه قطر، الكليات الثانيه، كليه شمال الاطلنطي وغيرها، تطرح بين فتره واخرى حقيقه برامج تستهدف فيها طلبه المرحله الثانويه، وايضا هناك برامج تستهدف فيها طلبه المرحله الاعداديه. مشاركتي انا في البرامج هذه كطالب مهمه جدا، لان تخليني استكشف التخصصات هذه عن قرب، مش مجرد اني سمعت عن التخصص. لا، أمارسه أيضا. يعني الفترة السابقة يعني وانتهز الفرصة الحقيقة، تقدم بالشكر الجزيل لجميع الجامعات والكليات الموجودة عندنا في البلد، وأيضا مؤسسات قطاع العمل، سواء جامعة قطر، جامعة المدينة التعليمية وغيرها من الجامعات، وأيضا مؤسسات قطاع العمل، وأخص بالذكر مؤسسة حمد الطبية اللي دائما متعاونين معنا في توفير البرامج للطلاب والطالبات. عندنا أيضا
في نهاية شهر 3، لأن الآن فترة اختبارات، نتمنى للطلاب التوفيق. في نهاية شهر 3 راح يكون أيضا هناك برنامج الحياة هندسة مع جامعة قطر، موجه للطلبة 10 و11. الطالب فيه راح يتعرف على مختلف تخصصات الهندسة، وراح أيضا يشارك في مجموعة من المشاريع، طبعا كلها راح تكون أونلاين بحكم الوضع طبعا. عندنا أيضا برنامج القبس، وهذه للسنة الثالثة أو الرابعة تقريبا على التوالي مع جامعة قطر. كان السنوات الماضية فقط موجه لفئة الطالبات، السنة هذه أيضا نشكرهم أن أدرجوا أيضا الطلاب. مدة البرنامج أسبوع للبنات وأيضا أسبوع للبنين، راح يتعرفون فيه ويأخذون فيه دورات في تطوير اللغة الإنجليزية، في الرياضيات، يتعرفون فيه على التخصصات العلمية بالتحديد. لأنه ما في شك اليوم الدولة تحتاج التخصصات العلمية والتكنولوجية أكثر من حاجتها للتخصصات الأدبية. اليوم إحنا نحتاج أطباء، نحتاج مهندسين أكثر من كوننا نحتاج للتخصصات الأدبية الأخرى. فهذه يعني هذه نقاط مهمة يحتاج أيضا يمكن نصيحتي إلى أولياء الأمور، يعني الله سبحانه وتعالى في النهاية خلقنا كل واحد يختلف عن الآخر، قدرات مختلفة. إذا كان كل واحد بصمته تختلف عن يعني مليارات من البشر، فبالتأكيد كل واحد منا له قدرات تختلف عن الآخر، له سمات شخصية تختلف عن الآخر. كثير من أولياء الأمور يبي ولده يطلع مثله، صح، لا اختار هذا التخصص، أنا بيك تطلع كذا، أو اختار تخصص الأدبي فقط. يعني أحيانا البحث عن السهولة، رغم أن مسألة السهولة هي نسبية. إذا أنا طالب حاب المجال راح أبدع فيه، سواء كان أدبي أو كان علمي. يعني إحنا عندنا ثقافة أنا أتصور أنها خاطئة عند البعض، أنه السهولة تكمن في المواد الأدبية، هذا غير صحيح. غير صحيح، يعني المواد الأدبية أيضا تحتاج سمات وقدرات معينة. فبالتالي مهم جدا أنه ولدي يختار تخصصه بناء على رغبته، لأن اللي يناسبه بالتأكيد يختلف عن اللي يناسبني. أكيد. فهذه نقطة جدا مهمة، وهذه أيضا موجودة وضعناها الحقيقة في الدليل الأرشادي. أكيد طبعا نقاط جوهرية نفس ما ذكرنا، يعني وجدا مهم أن اليوم أن الأم أو الأب لابد أن تكون لهم أكيد جلسة قبل الثانوية تحديدا، مش ثالث ثانوي أنا أقعد مع الأبن واختار مع التخصص. لابد أن يكون في عنده اطلاع بشكل أكبر علشان يعرف وين ممكن يكون توجهه، ممكن يكون تخصصه، وحتى نفس ما عرفنا يمكن لابد أن الطلب للجامعة يكون بشكل مبكر علشان يضمن مقعده ويضمن التخصص اللي هو يبي. يعطيك العافية أستاذ أحمد. السؤال أخير بس فقط بما يتعلق بالدليل، هو موجود أونلاين، يقدرون الأهالي، يقدرون أولياء الأمور بشكل عام، الطلاب أوردي تم تعميمه من خلال عن طريق المدارس، ووصل لأولياء الأمور والطلاب. نعم تم إرساله من خلال المدارس، فيقدرون يشوفونه. يقدرون. نعم ممتاز، يعطيك العافية. الله هذا أحمد البلم، شكرا جزيلا، العافية. طبعا يعطيك العافية على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا، ونتمنى أيضا بما أن فترة امتحانات نتمنى التوفيق لكل الطلاب. أكيد طبعا شاكرين لكم هذه الجهود بشكل عام. وأيضا السادة المشاهدين، أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الموضوع، تقدرون تطلعون على موقع الوزارة أكيد عشان تعرفون تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذا الدليل، أنتم تستفيدون وتفيدون أيضا عيالكم. مستمرين معاكم مشاهدينا لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا اللي انضم معنا بعد الفاصل، نقول له صباح الخير، واللي يتابعنا من بداية الحلقة إن شاء الله نستمتع معنا من بداية الحلقة ومن الفقرات. طبعا مشاهدينا مثل ما أنتم عارفين الحين فترة اللقاح. فترة اللقاح صدق خدت ولا لا؟ أنا أخذت الجرعة الأولى، باقي لي الجرعة الثانية. إن شاء الله على خير. نفس الشيء، أخذت الجرعة الأولى للحين، إن شاء الله الفترة الجاية باخذ الجرعة الثانية. لكن دام قاعد نتكلم عن هالموضوع، لفتني قبل كم يوم صورة في ناس يقول لك شيء مقسمين قسمين، في ناس ياخذون اللقاح لانهم فعلا يقول لك ان احنا مهم ان احنا ناخذ اللقاح، لان احنا نعرف يمكن هو مو انه يمنعك من الاصابه لكن يخفف بنسبه كبيره، وفي ناس ياخذون اللقاح فقط علشان موضوع السفر. أيه ما يهمهم، يعني يقول الصوره كانت حلوه عجبتني، اللي هو واحد قاعد ياخذ ابره عشان ان التلقيح، وواحد قاعد ياخذ ابره علشان الختم.
يعني انا واقف في النص بينهم. انت واقف بالنص؟ اي بين السفر وبين اللقاح. لا طبعا مشاهدينا اكيد ان اللقاح له فائده كبيره على كل المواطنين والمقيمين، على كل الناس بشكل عام يعني، فالواحد لازم انه ياخذ هذا اللقاح. نعم. فعشان هالشيء انطلقت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في دولتنا الحبيبه قطر، لكن لا يزال البعض يبدي تخوفا ازاء اخذ هذا اللقاح، علما ان اللقاحات ليس لها اي تاثير سلبي بعد تلقيها، بل على العكس تماما، فانها تعزز الدفاعات الطبيعيه وتساعد الجسم على الاستعداد مسبقا عشان يكون قادر على محاربه الامراض اللي تستهدفها اللقاحات. واليوم بنتكلم عن موضوع كيفيه اقناع المجتمع وخاصه كبار السن عشان ياخذون هذا اللقاح مع الاستاذه مريم المالكي مستشاره تربويه ونفسيه. حياك الله استاذه مريم، ونقول لك صباح الخير. يا هلا مرحبا، صباح الخير. نعم يعطيك العافية سادة مريم، أكيد سعيدين بهذا الاتصال، سعيدين بهذه المشاركة. يمكن إحنا كنا قبل شوي قاعد نتناقش في هذا الموضوع وذكرنا إن في ناس منقسمين إلى جهتين، وفي ناس أصلاً مش مقتنعين بموضوع اللقاح، وفي عندهم فعلاً تخوفات كثيرة، خصوصاً لو نتكلم اليوم عن يمكن أكثر الفئات اللي محتاجة، لو نتكلم عن كبار السن، وشلون إحنا اليوم نقدر نقنعهم؟ هو الفكره ان كبار السن يعني ما انا اعتبرهم يعني ناس عاديين، يعني مثلا ما نحسسهم ان انتم والله كبار السن لازم تطعمون في البدايه ولازم ولازم وكذا، كانه نوع من ان نفرض عليهم وان انتم مختلفين عن المجتمع. اللي لاحظته انا صراحه يعني الفتره اللي راحت ومن علاقاتنا ان في شباب صغار وفي مثل ما تفضلتوا ناس يعني اعمارهم مش كبار السن وما عندهم امراض، يعني بس انه تخوفا من اصابتهم بكورونا، وكورونا يعني معروف انه فيروس خطير يعني مش عادي. نعم. خاصه اذا تطور، وبعض الناس عندهم مشاكل داخلهم بس ما يعرفونها، وخاصه فئه كبيره من الشباب اللي يدخنون. فلما نتكلم عن كبار السن نقول انه يعني هذا يمكن معذور اذا كان خايف، اذا كان شاف امامه مثلا نماذج سلبيه، اذا الناس يكلمونه او يسمع مثلا من خلال الواتساب، من خلال الاخبار العاديه من الناس العاديين في مجتمعاتهم انه والله فلان تطعم ومات، او فلان تطعم وتعب، او بعد التطعيم الاول صاد كورونا، او بعد التطعيم الثاني جاله المرض. فهاي الاخبار السلبيه اللي تاتي من الناس السلبيين للاسف. الناس السلبيين موجودين، يعني لما يجي واحد عمره 40 او عمره 30 ويقول له انا رافض التطعيم، التطعيم له سلبيات ولا كذا كذا ولا اثار سلبيه علينا وممكن يقتلنا وممكن يجيب لنا المرض وممكن وممكن نتعب وكذا، في داخله يمكن يكون صراع هو، يعني هو مع انه يطعم بس نوع شخصيته او نمط الشخصيه عنده من الشخصيات اللي نسميها المتمرده الرافضه السلبيه، تضد اي شيء حتى لو كان لصالحه، لصالح غيره، لصالح اهله، لصالح عياله، بس هو مجرد انه يعترض، شخصيه اعتراضيه. فهذا الكلام السلبي يطلع وينتشر باشاعات من خلال وسائل التواصل، من خلال الواتساب، مسجات الواتساب، الفيديوهات اللي ترسل، هذا اللي له تاثير يكون كبير على حتى على كبار السن، فيبتدي نوع من التخوف عندهم، هو مش التخوف من 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 مثلا التطعيم نفسه او اللقاح نفسه، هو تخوف من النتائج اللي السلبيه اللي بتصيده بعد ما ياخذ هذا اللقاح. نعم. يعني يقول انا امرض بالكورونا واموت احسن لي من انه الطعم. يعني سمعت من واحد يقول لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه، ايش التهلكه من وجهه نظره؟ التطعيم. فعلا. صحيح. فهذه الاشياء يعني المفروض احنا نحاربها صراحه. نعم طيب. احنا كمثقفين، كاذاعه تلفزيون، كوسائل تواصل اجتماعي، المفروض نحارب هذه الافكار. طيب. ايوه تفضل. فيعني مثل ما ذكرتي ان طريقه ردع هذه الفئه او توعيتها هي عن طريق التلفزيون، السوشيال ميديا، ممكن ان نوعيهم بضروره اخذ هذا اللقاح. فممكن ان نتكلم شلون ممكن نوعي المجتمع وتوعيته عشان يتصدون حق هذا الفيروس. هو المفروض من تكثيف مثل ما تفضلت، تكثيف البرامج التوعويه في التلفزيون طبعا الاذاعه،
مقاطع إعلانية سريعة وقصيرة وجذابة فيه تشويق. تمثيليات قصيرة تعرض بين الفقرات التلفزيونية وبين البرامج. طبعا الحين الحمد لله يعني أنا ملاحظة أن انتشر الوعي وأن صار في إقبال على التطعيم من كل الفئات. يعني شريحة كبيرة من المجتمع طعمه، لأن أتابع يعني لأن أخذت التطعيم وبهالمناسبة أعتذر يعني أن ما جيت التلفزيون عشان ما أخذ الجرعة الثانية من فترة. يعطيك العافية. أحتاج أريح شوي. يعني المفروض أن المعلومات تكون صحيحة، أي معلومات بننشرها سواء إذاعة سواء تلفزيون سواء سوشيال ميديا، يعني الواحد قبل ما يتهور وينشر مسج فيه والله فلان طعم وما تشتر فيه يخلي يراجع نفسه شوي، يفكر بإيجابية. التفكير الإيجابي يعني مهم جدا في الأمور هذه. أنا كإنسان مثقف وواعي وعايش مع ناس حساسين، في ناس حساسين يعني يصدقون أي كلمة يسمعونها، في ناس يعني ما يتأكد من مصدر المعلومة، هل المعلومة دي موثقة، هل هي صادرة من منظمة الصحة العالمية، صادرة من وزارة الصحة في قطر، من الرعاية الأولية، من أي مكان موثوق، يأخذ أي معلومة يسمعها وينشرها. فإحنا دورنا أن إحنا نحارب هذه الأفكار وهذه الإشاعات في المدارس مثلا. التكثيف يعني واحد من مهام المدارس الآن تكثيف المشروعات، يعني نبعد شوية عن التحفيظ والتلقين والمعلومات وندخل في مجال مشروعات للطلاب حتى أونلاين. أكلف الطلاب بعمل مشروع عن أهمية اللقاح ومكوناته وجودة هذا اللقاح وكيف أثبت جودته، وكل طالب بيعطيني معلومات، المعلومات دي المفروض نأخذها وننشرها في وسائل الإعلام. نعم. حتى في البيت يعني. نعم. نفس الـ 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 الأولياء الأمور أو أبائنا أو أجدادنا أو إحنا نفسنا نعمل نوع من المشروعات زي المسابقات للطلاب للأولاد في البيت، إنه والله بحث لي عن كم الناس اللي يعني أثبت شفائهم من كورونا، كم الناس اللي خذوا اللقاح وما تضرروا منه، غالباً إنه ما في ولا حالة وفاة بعد اللقاح يعني. فهذا المعلومات الإيجابية، المعلومات الحقيقية الموثوقة هي اللي يعني بتقضي على الإشاعات وبتقضي على وبتردع هذه الإشاعات ومروجينها. نعم. لأن في ناس طبيعتهم كذي، يحب يروج الإشاعة ويحب يعني هو ممكن يكذب على نفسه كذا وتروح وتلف الدور وترجع له ويصدقها. صح، صدقها على نفسه. صح، هذه هي المشكله. لذلك احنا يمكن لابد دائما نشوف هو موضوع الاخبار ناخذها فعلا من المصادر الصحيحه. يمكن احنا قبل فتره شهدنا ان في نفس ما ذكرنا ان في تجارب سريريه الحمد لله كانت ناجحه بما يتعلق بالتطعيم، فلذلك احنا لابد نركز على المعلومات ناخذها بطريقه صحيحه. يمكن تمر علينا اشاعات، لكن احنا لابد قبل لا نصدق هذه الإشاعة فعلا نسأل عن المصدر ونشوف إذا كان صحيح أو لا. هذا من جانب. لكن أيضا أستاذة مريم، لو نتحدث اليوم عن أنت ذكرتي المدارس، ذكرتي نقطة جدا مهمة بخصوص حتى كأولياء أمور لابد تكون لهم مسؤولية أنهم أيضا يعززون هذا الجانب عند عيالهم، جانب اللي هو البحث عن الكورونا، البحث عن التطعيم، البحث عن الأشياء اللي احنا قاعد نشوفها، لأن أكيد راح ترجع لهم بالفائدة. لكن أيضا نوجه رسالة اليوم لكل اللي قاعد يشوفونه، الناس اللي لحد الحين عندهم تردد، لحد الحين عندهم خوف بما يتعلق بأخذ اللقاح، علشان والله أنه يقول لك لا ممكن يرجع علينا بشكل عكسي، فشو النصيحة اللي نوجهها؟ يفترض ان احنا اول شيء نتوكل على الله، طبعا لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ايماننا بالله وثقتنا بالله سبحانه وتعالى هي الاساس في كل تصرفاتنا. ثاني شيء ان احنا مثل ما تفضلت يعني اذا واحد عنده تشكك او عنده تخوف يلجأ الى المستشارين، يلجأ الى ما شاء الله المراكز الطبية والمستشفيات، يناقش هذا الموضوع، أناقش الموضوع باحترافية يعني بمعلومات موثقة قبل ما أنا يعني أشك أو أن أنا أحط في بالي أنه والله هذا يعني لا أثر سلبي عليه وممكن يضرني أو يسبب لي كذا. أسأل ناس ثقة، أطباء مثلا مارسوا هذا الشيء، ناس مروا بهذه التجارب وشافوا نتيجتها عليهم، يعني كم الحين الأعداد اللي خذوا اللقاح. نعم. صار لهم تقريبا يعني قبل يمكن شهرين 3 شهور وإلى الآن الحمد لله صحتهم جيدة ويعني يتمتعون بنشاطهم عادي، حياتهم عادية، ما صار لهم أي شيء، هي مجرد أعراض خفيفة زي أعراض الزكام اللي يصيبنا دائما. يعني نقارنها مثلا بتطعيم الإنفلونزا، يعني أنا أقول من 10 سنوات كنت دائما على طول عندنا فئة كبيرة من المجتمع
نوع من الحساسية. فبعد فترة يعني واحد من الدكاترة الله خير قال لي اخذي تطعيم الانفلونزا. في البداية شوي رفض، بعدين صرت أخذه سنويا، والحمد لله من بديت أخذه يمكن من 8-9 سنوات إلى الآن خفت أعراض الانفلونزا علي جدا، قولي 80-90% خفت علي فعلا. هذا الشيء أنا كنا يعني كان نفس ترى التخوف من حاليا يعني من لقاح كورونا نفسه كان من الانفلونزا، بس نعم. لما جربناها وفئة كبيرة من الناس اللي أعرفهم يعني لما نعم. شافوني أنا خفت الأعراض عليه نعم. فعلا بدأوا يعني بدأوا يأخذونه واستمرينا فيه، والحمد لله يعني نتائج إيجابية وحلوة. وبعدين مستحيل يعني في مثلا خاصة حكومتنا ما شاء الله يعني واعية ورشيدة، والناس المهتمين عندنا يعني حرصهم شديد على المواطن، فمستحيل يغرونا يعني. هل بيجيبوا لنا شيء مثلا؟ وخاصة في قطر الحمد لله أجود أنواع اللقاحات جابوها وأقواها وأغلاها لو قلنا يعني. فإحنا كفئة يعني مثقفة في المجتمع المفروض ننشر هذه المعلومات الصحيحة ونهتم بصحتنا، بجانب أن إحنا طبعا يعني ما نهمل يعني. أنا أحب يعني أذكر في هالمناسبة أن في ناس يأخذون التطعيم، يأخذ التطعيم أول مرة الجرعة الأولى ويروح يترك نفسه يشيل الكمام، يروح بدون التزام أكيد بالإجراءات يعني الاحترازية، حفلات كبيرة نعم ويختلط ويخالط ويقول أنا خدت الجرعة الأولى خلاص غلط فعلا، وهذا غلط طبعا صحيح أكيد أنه ينتبه. يمكن أن يكون من التفكير الخاطئ للشخص هذا اللي نعم. وأكيد يمكن أيضا الوزارة يعني بشكل عام اليوم والصحة، وزارة الصحة أيضا ذكرت هذا الموضوع أنه لابد أيضا حتى لو أخذنا اللقاح لابد يكون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وما شاء الله ما أصلا مش مقصرين بما يتعلق بالالتزام بهذا الجانب بالمراقبة بشكل دائم ومستمر. الأستاذة مريم المالكي مستشارة تربوية ونفسي أكيد شاكرين لك هذه الكلمات اللي ذكرتيها، شاكرين لك جهودك، ونتمنى أكيد السلامة يا رب للجميع، ولابد أن احنا فعلا نركز على هذا الجانب جانب اللقاح. الحمد لله إن شاء الله يا ربي ما في إلا الصحة وما في إلا العافية يا ربي اللي خذوه إن شاء الله يا رب. والوقاية المنزلية مهمة جدا بالنسبة للشخص يعني. طبعا أكيد. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. إذن مشاهدينا طبعا أوجه أنا كلمة اللي صدقون الإشاعات، لا تصدقون الإشاعات، وشوفوا واخذوا الكلمة من مصدرها الرئيسي. نعم. مشاهدينا خلونا نشوف هذا التقرير عن الجمعية القطرية للسرطان عن خططهم المستقبلية والبرامج اللي عندهم. تابع. الشفاء من مرض السرطان عقبة مهمة يزللها العلاج والمتابعة الطبية الدقيقة. أما ما بعد الشفاء فهي مرحلة لا تقل أهمية عن سابقتها، وهو ما يقوم به قسم الدعم والمساندة في الجمعية القطرية للسرطان. من الغايات الاستراتيجية في الجمعية القطرية للسرطان دعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع السرطان، نقصد بهم المرضى والمتعافين وذويهم. من أهم سبل تحقيق مناصرة المتعايشين بداية هو دعم وتمكين المرضى من جميع الجوانب معنويا وماديا بتغطية تكاليف العلاج، بالإضافة إلى تسليط الضوء وتمكينهم فيما يتعلق بالاحتياجات النفسية والأعراض المختلفة والجوانب للمرض. نركز أيضا على أهمية مشاركة المتعايشين مع السرطان في المشاريع البحثية المختلفة والتي من شأنها تسليط الضوء على أهم قضايا مرض السرطان وتحسين جودة الرعاية وجودة الحياة للمرضى. هذا كله طبعا في ضمن إطار من سرية المعلومات والحفاظ على حقوق المرضى المشاركين من جميع الجوانب. ولا يمكن تحقيق أي من أهدافنا في مجال المناصرة بدون الشركاء المجتمعيين، ومن هنا جاءت فكرة برنامج معا نستطيع، وذلك من خلال فتح باب وتوفير فرصة للالتقاء ما بين المتعايشين ورفع صوتهم لإيصاله إلى كافة أنحاء المجتمع، بالإضافة إلى أصحاب العمل والجهات المختلفة والشركاء الإعلاميين لتركيز وتسليط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بالمرض واحتياجاتهم وسبل تمكينهم ومساعدتهم لاستعادة دورهم مرة أخرى بشكل فاعل في المجتمع. ويبقى الوعي والدعم المجتمعي السبيل الأهم في عودة المتعافين والمتعايشين مع المرض إلى حياتهم الطبيعية والانغماس في تفاصيلها.
يا ربي العاجل لكل الأشخاص اللي موجودين على الأسرة يا ربي، نتمنى لكم أكيد الصحة والعافية. وإذا كذي نقول وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتوا. إن شاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتوا، لكم منا ومن فريق فيض ضحى كل الشكر، ونقول لكم مع السلامة.